طيب النهارده رئيس عدلي منصور كان في زياره للاردن، استقبله فيها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وكانت زياره الحقيقه رسميه، استقبله استقبال رسمي، حيوا حرس الشرف، واتكلموا في العلاقات الثنائيه، واكد في ملك الاردن دعم الاردن لخيارات شعب مصر المستقبليه، واتكلموا ايضا على الغاز. مصر كانت تصدر الغاز للأردن، ولكن تم قصف خط الغاز عدة مرات. خط الغاز مش مهم اللي بيوصل لإسرائيل، المهم اللي بيوصل للأردن، تم قصفه عدة مرات، فده سبب آثار سيئة، وقف تصدير الغاز للأردن. مصر تعهدت بمواصلة التصدير مرة أخرى للأردن، وأيضا بتعويض الأردن عن الخسائر التي نالتها من تصدير الغاز. دي اتفاقات اقتصادية ولازم نلتزم بها.